تعبنا ايه؟ شو عم ايه ناخد بريك خلص. غدا ولا ما بتحكوش؟ لا 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 خلينا نخلص من اخر فوج، انا 6 ساعات عم اشتغل. طيب يلا اللي بعده. تعبت انا، انا كمان مش قادرة. بدك نلاقيه كمان؟ تفضل تفضل تفضل. حسب ما عارف هون قرب شوي. نعم لهون. ايوه شكرا. شو الاسم الكريم؟ اهلا. شربل. شربل شربل، السؤال المعتمد، هل انت قد هالمسؤولية، قد هالمنصب، هالمنصب اللي بدك تستلمه؟ يعني بتصور ايه، لانه عندي الكفاءة وعندي المواصفات المطلوبة. طيب بس بعزبك لو سمحت. بس تفضل. لا لا ما تخاف ما تخاف. عفوا عفوا، بعتذر منك. مش ظابطة. عفوا بس ليه؟ مش رح يمشي الحال. مش لا بس انه لا لا خلص مشي الحال. شكرا عزبناك. اه هيك هذا هو الفحص؟ ايه هذا هو. بعزبك. شكرا. يعطيكم العافية. ما عم بفهم عليك، صار مالك شي 100 واحد. غيره غيره اللي بعده. هلا هلا بتعرفي، هلا بتعرفي. تفضل هون هون. تفضل. موجود. اهلا بعزبك توقف هون. شكرا. شو الاسم الكريم؟ مارون. مارون. نعم. مارون، حضرتك قد هالمنصب اللي بدك تستلمه؟ يعني حاس حالك انه كفؤ؟ هلا اذا بترجع لي انا صراحه بحس حالي انه هذا المنصب خلق لإلي. عن جد؟ انا بكل ثقه يعني بقول بتواضع ومش بغرور و... ان شاء الله يعني. بس سؤال بس. نعم. انت لونك هيك اجمالا احمر؟ كيف يعني احمر؟ بشرتك حمرة شوي يعني هيك ما ب... هلا بكون معبق شوي، بركي في شوب. حسيت حالي مشوب شوي هون عندكم بال... لا ما بتزبط. ليه استاذ؟ ما بتزبط. فريني شو خص يعني. لا 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 هلا انه بعد شوي بروق. لا مش لا ما توخزنا، عذبناك. طيب ميرسي. اوكي شو هيدا؟ لا هالحالة يعني ما رح تزبط. اللي بعده اللي بعده. ما رح تزبط من ما بعرف. اوف خلص تعبت. اهلا. صباح الخير. صباح النور. تفضل بعزبك توقف هون لو سمحت. شكرا. شو الاسم الكريم؟ جوزيف. جوزيف. نعم. جوزيف، حضرتك انت قد هالمسؤوليه اللي بدك تستلمها، قد هالمنصب؟ يعني هو عفوا دور تليفونك. عفوا لو محترف. عفوا ما تخزنا هيدي لانه ايه. عفوا ايه قل لي حضرتك قد هالمنصب اللي بدك تستلمه؟ هو للحقيقه انا لما سمعت بالمنصب قلت انه عندي كل المعطيات يعني لهالموضوع يعني. نعم. ماروني. نعم. لبناني منذ 10 سنوات. منذ اكثر من 10 سنوات. منذ اكثر من 10 سنوات. نعم. والحمد لله يعني كل المعطيات موجوده يعني. طيب تمام. مبدئيا بس لحظه خليك معي. في شيء؟ في شيء استاذ؟ لا لا ما في شيء ما في شيء. شكرا. شكرا عزبناك. لا 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 ريحتك منيحه بتجنن. بس لا ما تخزي. بس انا عم فتش على شيء معين. طيب ما كنت. لا خلص مش الحال. شكرا شكرا شكرا. ولا يهمك. اللي بعده. لا كثير بدنا نخلص. خلص اليوم. خلص ما بقى فيني. اللي بعده. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تفضل توقفون. شو الاسم الكريم؟ توني. توني. نعم. حضرتك انت قد هالمنصب اللي بدك تستلمه؟ ان شاء الله نكون قد هالحمل. اها فرجيني شوف. تمام تمام. اوه تمام تمام. مبروك مبروك. مش الحال. خلص نحن بنرجع بنحكيك لكن. شكرا. اهلا وسهلا فيك. شكرا. مبروك. الله معك الله معك. بعتقد فينا نقول مبروك. لحظة خليني افهم بس. شو؟ قلنا 6 ساعات. ايه؟ على هيدي الحالة. ايه؟ طعمته وريحته ولونه ومدري شو عم تعمل. ما فهمت ليه هيدا. ايه يعني؟ لأنه هيدا عنده المواصفات الرئيس. شو هي؟ يلي هو إنه بدنا نحن عم نفتش على رئيس يكون ما له لا طعمة ولا لون ولا ريحة. مثل أول واحد قليلي طعمته حامض، ولا الثاني وجهه أحمر لونه أحمر، أما الثالث ريحته ما ورد. ما بصير ما بتزبط. الرئيس بده يكون لا طعمه ولا لون ولا ريحه. آه يلا تفضل يلا قوم مشي.